انتهت الفنانة أنوشكا من تصوير أكثر من ثلثي أحداث دورها في مسلسل السيدة الأولى، وما زالت تواصل التصوير في القرية الذكية. ومن ناحية أخرى انتهت أنوشكا من كل مشاهدها في مسلسل سرايا عابدين مع يسرى وغادة عادل ونيلي كريم ونور، ومن إخراج عمرو عرفة. أبدت أنوشكا سعادتها أنها ستطل على الجمهور من خلال عملين مهمين تتوقع لهما نسبة مشاهدة عالية في رمضان. يا فندم ما تبدوش، ده كان مع رمضان. أنت مشغولة عنه طبعا مدام عرفت الحب. شوفي يا ليلى، لازم تفهمي أنك أنت هنا عشان خاطر خدمة سونسون وبس، فاهمة؟ أنا قايمة بوجبي كويس، ما بعملش حاجة غلط. وعلاقتك بفؤاد مش غلط؟ أستاذ أدري يا رجل الفضيلة، يا رجل الأخلاق، مش تيجي نسأل الشيخ سحاب؟ بقولك ايه، افهميني كويس، انت لازم تحافظي على سلوكك واخلاقك هنا، فاهمة؟ مش انت اللي هتكلمني عن الاخلاق، واذا كنت بتعمل كده علشان تمشيني فانا ممكن استقيل. ما تستقيلي، انت فاهمة يعني ان سونسون مش ممكن يدعي 100 واحدة احسن منك؟ ادري اديها حسابها.